بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. القاعدة 27. التعداد معناها وجود تشابه لفظي بين آيتين، في أحدها وردت الواو وفي الثانية لم ترد، وهذه الواو تسمى واو التعداد. مثال ذلك: في آل عمران أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. في العنكبوت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. نلاحظ أن ونعم التي وردت في سورة آل عمران بتعداد النعم، وانظر إلى أعمالهم في الآيات قبلها: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذه أربعة أعمال. وانظر إلى الجزاء: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بالواو. أما في العنكبوت فلم يرد مثل هذه الأعمال وعليه لم يرد الجزاء. مثال آخر: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. في فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه إلى أن قال: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لعلك لاحظت التقديم والتأخير في مواخر فيه، النحل فيه مواخر في فاطر، وممكن نربطها بسرعة: قدم فيه في فاطر. ولكن الحديث هنا عن الواو، فلك أن تعلم أن سورة النحل هي سورة النعم، فما ورد فيها تعداد للنعم، ولذلك وردت الواو ولتبتغوا من فضله. أما في فاطر فلم ترد الواو لأنه لتبتغوا من فضله تعليلية للنعم. ففي النحل المذكور نعمة السفن الشاقة للبحار، وفي فاطر نعمة السفن الشاقة للبحار للابتغاء من فضل الله، فهذه نعمة وتلك أخرى. سؤال للتدريب: وفقا لهذه القاعدة استخرج آيات متشابهة واضبطها على هذه القاعدة. القاعدة رقم 28: الاختصاص. اختصت بعض آيات القرآن الكريم بلفظ من ألفاظ الاختصاص، والعلة في ذلك أنها لأناس مخصوصين دون غيرهم، وبالمثال يتضح المقال: في سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في سورة الطلاق قال الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لاحظوا معي أحبتي في الله الاختلاف بين الآيتين: في البقرة ذلك من كان منكم ذلكم، وفي الطلاق ذلكم من كان. ذلك في البقرة تعود على فلا تعضلوهن، بينما ذلكم في الطلاق عائدة على كل الأوامر السابقة: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله لا تخرجوهن فأمسكوهن. إذن الفارق هو اختصاص آية البقرة بكلمة منكم، أي لن يتعظ بهذه الوصية إلا المؤمنون حقا منكم بالله واليوم الآخر. وخلت آية الطلاق منها لأنه سبق الإشارة إليها في وأشهدوا ذوي عدل منكم فلم تتكرر. مثال آخر: ولكن أنفسهم يظلمون. وردت في آل عمران واختصت هذه الآية بعدم ورود كانوا: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. في غيرها من الآيات: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بزيادة كانوا. قيل أن السبب في عدم ورود كانوا في سورة آل عمران لعله لورودها قبلها كانوا يكفرون وكانوا يعتدون فأغنى عن إعادتها، وقيل لكونها تفيد المستقبل فلم ترد كانوا. سؤال للتدريب وفقا لقاعدة الاختصاص: استخرج آيات متشابهة ثم اضبطها على وفق هذه القاعدة. سددكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.